وأشار شكري إلى أن القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا سيتم خلالها بحث المبادرة المصرية بإشراك البنك الدولي وتلقي المواقف النهائية تجاهها، معبرا عن تمسك مصر بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخرطوم عام 2015. طرح المبادرة والسماع إلى موقف نهائي من قبل الشركاء سواء في إثيوبيا أو السودان أمر مهم. نأمل أن تفتح القمة الثلاثية المجال للتنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري اللي وقع في الخرطوم في مارس 2015، باعتبار أنه هو الركيزة التي يتم من خلالها التعامل مع قضية سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث.